السؤال الاخر سالنا عنه، سمعنا بان الجوائز التي تاتي في التلفاز والاذاعه وغيرها والمسابقات انها زكاه اموال التجار وانهم يصرفونها في هذا المصرف، فما حكم ذلك؟ ما سمعت هذا المعنى، لكن على كل حال اذا كانت الجوائز لمسابقه القران ونحو ذلك لا يجوز لها الزكاه، لان قد يعطاها من ليس فقيرا، يعطاها من ليس بفقير، وانما الزكاه تصرف الفقراء، لكن تكون هذه الجوائز من راس الناس من المال غير الزكاه، يجوز بها الاخوان والاثريان من غير الزكاه ومن بيت المال، اما من الزكاه لان حفاظ القران ونحوهم ليسوا كلهم فقراء بل فيهم الفقير وفيهم الغني، فلا يجوز ان تكون هذه المسابقات من الزكاه.